من ضمن الأسئلة عندي، معهد الجزيرة أفضل ولا معهد القاهرة بالتجمع الأول أفضل؟ الحقيقة ده بيعتمد على أكتر من حاجة. أولا، هل المعهدين دول معتمدين ولا لا؟ تقول لي لا، اللي معتمدين ومجلس على الجامعات. ثانيا، هل المصاريف بتاعتهم بالنسبة لك أنت بالنسبة لأسرتك عندك القدرة على دفعها ولا لا؟ تقول لي لا عادي تمام. واحد تاني يقول لي لا، ده أنا هبيع والدتي السيخ علشان نروح المعهد ده لأنه غالي من المعهد ده، لا ساعتها أدخل المعهد التاني فورا. ثالثا، هل المعهد قريب من بيتي ولا لا؟ هل محتاج اخد مشاوير طويل عشان اروح ولا لا؟ يبقى المعهد القريب افضل من المعهد البعيد. اخر حاجه لازم تفكر فيها هي انك تشوف هذه المعهد الفاسيلتي بتاعته والدكاتره بتاعته، وكل الحاجات دي بتعمل فرق. لكن الحاجات الاولانيه دي بالترتيب لها الاهميه. تقولي طب يعني الدكاتره ملهاش فرق ليه؟ لانه تدخل ومهما تتعلم الدراسه النظريه، مع احترام طبعا، في كل الجامعات غير الشغل العملي، فالمهم الشهادة بس وتخرج منها. لكن حاول انك تتعلم وكل حاجة، ولكن الشهادة مهمة، وان شاء الله ربنا يوفقك. فحاول انك تحدد المجال بتاعك، وكل ده وفقا للكلام اللي احنا اتكلمنا عليه، التنسيق بتاعها واعتمادها، فكرة التكلفة بتاعتها ومدى التحملي ليها، فكرة القرب من المنزل، فكرة الدكاترة والفاسيليتي وكل الحاجات دي. ربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.